اولا ايات علاوي اذن بفتح جريده الحوزه الناطقه فاقول له ما انت امرت باغلاقها حتى تامر بفتحها وبئس الاعلام الذي يكون تابعا لك وللمحتل هذا مضافا الى انك اثبتت للعالم كله بانك امتداد للمحتل هذا مضافا الى انه ما من احد يامر بقصف مدينتنا العزيزه الفلوجه ويامر بفتح مجله باي حجه لا يحق له اعطاء الاذن بفتح هذه الجريده المقدسه التي تعاد المحتل واتباعهم